عندما يكون النادي الإفريقي طرفا في حدث ما، تنقلب جميع الأعراف، تتغير الموازين وتكسر جميع القواعد. اللعب على المانتيان ولا حدث تاريخي ومفصلي في البلاد، هذه حقيقة ما ينجم ينكر فيها حد. 19 ماي 2021 دات باش تقعد جرافي في أذهان التوانسة الكل. التحركات الجماهيرية قبل بيامات من ماتش ستاد والكلوب رجت الجميع، هي بمثابة الإنذار الأولي واستعراض لقدرة ونفوذ جماهير الكورة في تونس. بل أكثر من ذلك، علماء اجتماع يحذروا من ثورة ثانية. هي النادي الافريقي، اذا كان قلت لك من الاول ان المساله مساله سياسيه مش فقط كرويه، مساله امن قومي، مساله امن اجتماعي، مساله اكيليبر على جميع المستويات. معطيات خلت الاستعدادات الامنيه تكون غير مسبوقه، اجراءات استثنائيه واستباقيه. خلق مجلس نواب الشعب، معاهد ومدارس أغلقت أبواب، مطاعم وقهاوي سكروا، شلل في حركة المرور، وفرق أمنية على أهب الاستعداد. حوالي 12,000 عون أمن جندوا لتأمين مقابلة كروية تجاوزت طبعها الرياضي وباتت تهدد الأمن العام.